وما زلنا في الشأن الفلسطيني، حيث يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين لحضور نهائي كأس العالم في روسيا. سيكون عباس في مقصورة الرئيس بوتين لمتابعة ختام المونديال، وهو ما سيفتح المجال بين الرئيسين للحديث عما يمكن فعله للتصدي لصفقة القرن وتشكيل إطار دولي لعملية السلام.